أقيم في نادي السلام الاجتماعي حفلا بغداديا ساهرا أحيته فرقة تشالغي البغدادي بالاشتراك مع الملحن المميز سهيل شوقي. في حفل جمع عدد كبير من أبناء الجالية العراقية من عشاق الفن والمقام العراقي. هذا فقد افتتح الحفل من قبل الإعلامي أياد البنا بتقديم فرقة تشالغي البغدادي بطريقته المميزة التي أطفت بداية طريفة للحفل، والذي بدأ بكلماته الجميلة التي عبر عنها عن إن الفن والمقام العراقي عبر الأجيال هو الوحيد الذي يجمع العراقيين دون اختلاف. كما قدم السيد خالد يسي مدير الهيئة الإدارية في النادي كلمة دعا فيها أبناء الجالية العراقية من جميع الأعمار للمشاركة في السهرات البغدادية، خصوصا وإن تشالغي البغدادي قد وعدوا بأن يقدموا فن المقام العراقي بصورة حديثة تجعل الشباب يتابعونها حالهم حال الكبار والذين يعدون الأكثر ميولا إلى هذا النوع من الغناء. مساء الخير جميعا، وهاي مرة أخرى نلتقي بنادي السلام، بس اليوم بس مقدم. وعندنا ما شاء الله البركة في المديرة نادية برواري. طبعا اليوم راح يكون عندنا ليلة بغدادية، من هاي راح تعجبكم، ليلة بغدادية بس بنادي السلام. تحية نادي السلام اللي دي يستضيف هيجي ليلات، وأكيد راح تغطي جريدة أكد، وعندنا موقع الجالية والموج موجودين ويانا، تحية لهم طبعا، وتحية لكم جميعا، تحية خاصة، ونريدكم اليوم تتونسون يعني وتستمتعون آخر طرف مع هذه الفرقة الجميلة، فرقة المقام البغدادي للدكتور أستاذ مؤيد راضي، تحية له، وقارئ المقام منذر العاني، الفنان منذر العاني، وطبعا ما ننسى الفنانة الحلوة الحبوبة اللي دائما تسمعنا هذا القانون الحلو دينا، وأكيد الشاب مصطفى هو فنانة مبدع. نحاول بنادي السلام انه نحيي هاي الفرقة مال تشالغي. طبعا ما ادري العراقيين يمكن بس الكبار دي يحبون التشالغي، بس اتصور الدكتور مؤيد وعدني انه راح يسوي تغييرات، كل امسيه راح تكون مناسبه الى الاعمار الصغيرة همين، فاللي يحب المقام العراقي مثل عمري وفوق هذا اكيد بيرفكت له. بس بالنسبه للشباب راح يسوي فالتشكيله لا هي تشالغي بغدادي ولا هي كلش من هاي الاغاني مال اليسا، فالصور راح يسوي كم فالتشكيلة الشباب هم يكيفون عليها. فاذا نجحت القاعدة مال اليوم وتونستم انت، فاحنا راح نستمر كل شهر تقريبا بهاي الامسية، فاهلا وسهلا بكم. بس ردوا
هذا فقد شدت فرقة تشارغي البغدادي حضوراً للاستماع والاندماج حتى أصبحت جميعاً يردد الأغاني معهم. ولم يكن سهيل شوقي أقل منهم، فهو الآخر من أطرب الحضور بالأغاني العراقية والعربية بصوته الجميل، مما جعل هذه الليلة ليلة بغدادية رائعة نتمنى أن تتكرر دائماً لإحياء فننا العراقي الأصيل، وخصوصاً المقام العراقي الذي يعد من أجمل وأهم الفنون العربية التي عرفتها البشرية. بس عطر فوار قلب أثرهم مرة وعجل يا صاح ما عرفت سرهم بس عطر فوار قلب أثر مرة أسرة الجالية ميديا تتقدم بالشكر من السادة القائمين على نادي السلام الاجتماعي، ونخص بالذكر السيد خالد ياسي الذي استقبلنا بكل محبة واحترام، والزميل أياد البنا الذي كان معنا وفي استقبالنا منذ دخولنا وحتى خروجنا من هناك. كما نشكر السيد توما متعهد النادي الذي رحب بنا، وأخيرا نوجه التحية إلى السيدة الفاضلة نادية البرواري مديرة النادي الجديد التي رحبت بنا. أما لفرقة تشارغي البغدادي فنوجه لهم تحيتنا الكبيرة على ما قدموه من فن رائع في تلك الليلة البغدادية المميزة، ونوجه التحية أيضا إلى كادر نادي السلام والحضور المحترمين، وإلى اللقاء في نشاطات أخرى. مروا علي تندل داربهم يا قلبي ما ظني يسقيني حب مروا علي مروا علي مروا علي.